الله نحرسته وحالي مجالد هرجيس كوجيريو ذي أحمد محمد محمود سيلايو مدحوينه هرئي سومالي لان وسير هرئي أو حكومة ديك عانكا أهيد أهانا قدوميه أغمود دديرا أرقي دقدقاق ودنيك السوماليات إسنان أحمد سيلايو أو وقتغان أهار روغ عدايد السياسة دا سومالي دا رجي عالنكا أسيدي أغونا مقا عائية منصبك ديرا أحمد سيلايو وحاو كورا شاي قبل كتوك دير قبل إلا هدو هريالي وكتال قبل كتوك دير هلادي سنده كون سقال بقولي يسدون يدي تاريخ دلشدي سيئ وقرني أحمد سيلايو وحي أحيد كون سقال بقولي اللحية صدنكي ويدي وحي أحيد مريان سليبان وكو أبترساتا قويسكي رهير سنويني أو أها ننكي أي سوماليد ولبح ذي قرطة إن السنوينينا أوجي ولغو مجيرن جري قريا قانمو أحمد محمد محمود أحمد سيلايو ميغا أيو خير كودة لجوغي ديغان كرير كودو يالي وحا سند كيبا مرسوب بوقن جري وجبوتي كيمن جري وذات ليدا هذا شيخ محمد دواق أو أي أحمد أبيهيس إسحيان شيخ محمد دواق مساجد أيو جبوتي كوهيستي شيخو مركا او ديغان كميغا يمادو حولها أيو ددك او عشريا إدي بوكتا أيو قرداس او قرا عشر كتفا قرآن كو أخريا وحا او داويا ددك أيو دنيا دا ديغان كاس كنول كولكاس ددك ديغان كو ويسوق جيرين إماتين كيسا او حلي إسنيد شيخو مركا او هولها ستدك او قبتو أيا ددكونا او أروريان حول أجورة أه شيخ واحو ديغان كتاكي جري إياد او ددكو او دا مهاد نقايو إساقونا او دقالي وناكسن او فرقبسي أه كا او رسادي او أي لبادا دينعبا راليهين شيخو سند بو مغنادا حلقاس حلقيسا أيو ديغان كاكسون نقن جري واحا سوق لأي وقتي شيخ محمد دواق ديغان كسو بوقن جري هبين كي دنبه شيخي با او سوهويدي غير محمد محمود او أه أحمد سيلاني قويسكودي ناف با لو قلي دادكي ديغان كاكو دوانا ولا جارسي إماتن كيسا أحمد أوير أو قرآن كحافظسن أف عربيقنا قوري كريا أيا قوريقة جوغا أحمد حيسا قار أح أي أقبي إن أو شيخة كدوادو وايا وحا أوها شخصيقة قرى إيا قرانا يا قرآن كشيخو أخري أيو وحي شيخو دونبا إساقا أيا أسو قبطا أو أذيقا شيخي وحا أو دريمي إن ويل كنيري أو كدويني هاي عرور تكالي شيخي با ويديي أذير قرآن كميادا خريه كرتا أحمد سيلاني أيا وحويري ها أذير وانا خريه كرا بل أخري أيو شيخي يري أحمد باك قد يامي آية قرآن كريم كأه ما شاء الله كل كاس أيها الدنوي دي شيخي أذير أفعلي بيقم قري كرتا كل كاس أي أحمد سيلاني يري هاوان قري كرا شيخي باور قد بياد أه أولي بي قال إن أولي بي أو كيري بل مقعاق قر أحمد أيا سيفوضد ورقدي مقعيسة قري شيخي باور قد إيغي مرن أحمد إيغي كل كاس أيو ما شاء الله أذير ويل في عن باتهاي شيخ وحاو مركب نيد كشد إنو إنن كان يري إفريد كأهي ونقن كرو غان يره شيخ ويلال كوراي اه او ميد او شيخو دلي كو جيرو ايا لا سوقدا او شيخ خولها لا اورني لكن ان ايغو قورالكا كو فيعنين انكاستا او شيخو ددك وداد او اها قران كرو ويقاني لكن وحا او باهنا اد كا عاوسا قورالكا شيخي مركي با احمد سيلاني او ير ايو سو دويستي او اكتيسا سو فريسي قرداسيه ددك اول او قوريي او دن احمد ايا قوراي شيخو روا او ييريني وخا لاغو قوريو مركا احمد قورالكا دمهيو ايا شيخو ايغا دعانا كو سي اخريا او لا لابا دونتينا كوحدا او عدي لهايد قورتا لوسولا شيخ محمد دواق سيدا عادة او احايد ايو عدي بوكتي قرداس او قري قرآن كو اقري عشرنا كتوفي او ليهينا دادكي او عشريي او مدينا او دعيي اساقنا حولو ناكسن ايا لو اروري احمد و احمد سيلانيي شيخ ايو لسعودي انتي ديغانكا كو ريغي او دان شيخينا اد بو غم بسودة انان كان يرأي فرفرعون اي سيدا فيعان وحو يقانا وحانو قو انصدي inu yarkan jabuuti u kaxaysto si uu gacan yar ugu noqdo dibadeed markii la gaaray ambabixii ayaa sheekh maxamed dhawaaq u soo jeediyay ahmed aabihi qorshaha uu wato waxa uu ku yiri maxamed inan kan yar ee ahmed khayr allah siiye in yar oo mucjisa ah weey waxaan doonayaa inuu jabuuti ii raaco oo uu gacan yar ii noqdo oo uu isaguna wax iga barto hadii alla daayo sheekh caalin ah ayuu noqonaya kulkaas waxaan doonayaa inaad inan ka igu darto ahmed aabihi aad ayuu u jecelaystay soo jeedintii sheekh maxamed dhawaaq si degdeg ah ayuuna u aqbalay codsigiisii waayo waxa uu dareemay mustaqbal iyo fursad wanaagsan oo inankiisa uu soo baxday axmed waxa lagu soo daray sheekh maxamed dawaaq isaga iyo inamadii kale xoolahi dadka u soo ururiyay ay soo kaxeeyeen oo burco keeneen xoolahi seelada burco ayaa lagu iibiyay markiiba axmed waxa loo iibiyay khamiis yar oo cad koofiyad iyo galkii kitaabka lagu ridin jiray axmed laftigiisu aad ayuu u xiiseynayay noloshan cusub isaga oo labiskiisa ku shaqlan ayay isaga iyo xirtii sheekh maxamed dhawaaq gaari jabuuti u wada raaceen gaarigii waxa uu sii socdaba maalintii dambe ayuu goor barqa ah isa soo taagay istaamka kastamka cashuuraha ee magaalada sayla gaadiidka jabuuti u gudbaya waxaa lagu baari jiray barta kastamka ee sayla cabdilaahi maxamuud iyo ismaaciil naxar oo isna kastamka kareeni ka ah ayaa gaarigii sheekh maxamed dhawaaq la socday isa soo dhinac taagay sidii caadadu ahayd rakaabkii ayaa lagu amray in ay gaariga ka soo wada degaan cabdilaahi ay isbariidiyeen
شيخ محمد رواق مرقرة أي عبد الله محمود وحو شقع كسيي يركي وذيرك أوها أو قارق الله صعدة ورياه ورحكتك صعدة انت يا أنو أحمد هذلين أيو شيخ محمد رواق يري ننكني أنك أيو إلى صعدة جبوتي بانقوضة ننكني وننفريد أه وحان دونيا إنو قعن يرأي النقضة أو مساجدك إغلا شقيه وذيقي أبهين ويو صدري إيوا سيداس عبد الله أوها أحمد سيناي أذيركي أي يري مي شيخ محمد ننكن يجبوتي كون راعي مايو ننكن هولك لأي الله وضا أنيقا ميقا أدري إمي كان إسكولك أي الله قرية سيدي أن ميقا أقدوني لهابا فكي فكري وابطان ألا إيكا ياني عبد الله أوها أحمد سيلاني أذيركي هلكي أيو يركي قعن تكو قبصدي وقاريقا دينا عقليحي شيخ محمد دواق بآد وعلا علي أويري عبد الله إنك أبيه بأيو صدري هي الريبن عبد الله بايدي مي شيخ محمد وكان يكون راعي ماي فول يانو قاريقو كاتقيني شيخ محمد دواق أوني يتبسن يدلن يريد لسعوتي أيها سيداس كهول ليلي أو أمبا بحيدنا عاية جبوتي أحمد سيلاين هالكاس أيو كغصوحري وحبر شدي سيدوسك الشيخ إيا عمود الله أنه حريستي أحمد محمد محمود سيلاي وحمال انتها سيلع جوغي محمود أحمد علي إيا مستر بايدن أو أها سركال إنجليس أه أو قابل سنة كورمير كدوكسيدا سكول إنسبكتر محمود أحمد علي إيا بايدن وحا أي سيلع جوغين قريدة عرورتي فصل ككوبات اللو قادني سكول كي شيخ وحكالي أو إيانا وقتها سيلع جوغي guddiga kooban odayaal iyo dad akhyaar ah oo magacoodu yahay guddiga waxbarashada educational council oo la talisa waaxda waxbarashada oo ay ka mid ahaayeen naasir nahar iyo odayaal kale guddiga waxbarashada ayuu abdullahi u keenay inankii oo uu ku yiri inanka igu dara caruurta la qorayo ee dugsiga sheekh loo qaadayo guddidi way ka aqbaleen sanadka ahmed fasalka koobaad loo qaadanaya waa sanad dugsiyeedkii 1964kii iyo 74kii saraakiisha soomaalida ah ee markaas seerac ku sugnaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Naxar, Haaji Ducaale Cabdalle, Shire Greek oo dhaqtarka joogay iyo Cabdiraxmaan Saalax Ahmed Maxamuud Ahmed Cali oo markaa dambe loo aqoonsanay aabaha waxbarashada Soomaaliyeed iyo Baydhan degmooyinka maxmiyadda oo dhanbay ku wareegayeen oo koox cusub oo caruur ah ay iskuulka u xulanayeen markaas waqtigan caruurtii seerac laga qoriyay ay ku hawlanaayeen Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isaga oo ka yimid Hawdka Burco ayu nasiib u helaya inuu seelac kaga biiro waxbarasho loo qaadanayay ardaydii ugu horeysay ee dugsiga Sheikh iyaba waa mid nasiib ah Ahmed waxa uu yimid iyada oo caruurtii la xushay oo ay fuushay yihiin gaarigii dugsiga Sheikh u qaadi lahaa oo dhaqaaqaya Baydhan oo ahaa sarkaalka Ingiriiska ahaa ayaa Cabdullaahi ku yiri ha warwarin annaga ayaa yarka si qaadayna Ismaaciil Naxarna waxa uu yiri habeenka ay Hargeysa u hooyanayaan hal geeyo guriga walaalkay Naasir Naxar kolkaas Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Siilaanyo waxa uu soo raaci gaari yar oo ay wateen Baydhan iyo Maxamuud Axmed Cali waxa uu ahaa gaari dushu ay u furantahay oo shid kali ah leh oo ay Soomaalidu ku magacaabi jirtay Caasha Indhaween Maxamuud Axmed Cali iyo Baydhan waxa ay ku jireen shidka gaariga Axmedna dusha ayuu fuushanaa markii uu amba bixinayay Cabdullaahi oo ahaa Axmed Siilaanyo adeerkii waxa uu Axmed Siilaanyo jeebka ugu riday 5 robood oo barigaas lacag badan ahayd Axmed lacagtii jeebka dambe inta uu galiyay ayuu yiri biinbaan jeebkii ku xidhay si lacagtu aanay iga dhicin gaariga dushiisa waxa saaran tank weyn oo ay ka buuxaan biyaha badda oo u dhexsabaynaya nooc kalluunka loo yaqaano aragostada oo DC-ga siila hadiyad ugu diray DC-gii magaalada Hargeysa iyo saraakiisha kale ee Ingiriiska ee ku sugan Hargeysa iyo iskuulka Sheikh waa markii ugu horeysay ee Ahmed kalluunka noocan ah uu arko waxaanu yiri waxa aan la yaabanahay kalluunkan tirada badan ee faraarada leh waa uu yaaban yahay ilaa weligii ma aanu arag noocyo kalluun ah waxa uu yiri gaariga dushiisa ayaa la isaaray tank biyo lehna meesha ayaa la saaray waxa lagu yiri yarkow shaqo kale ma lihida kalluunkaas mar qura yaanu biyo beelin inta aynu sii socono oo dhan kulba biye weel kale oo biyaha baddu ku jireen ayaa isna ag yaalay oo ka biyeynay markii uu tagay Hargeysa ee saraakiishii lagu dejiyey xarunta dhexe headquarter-ka ee waxbarashada ayaa Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo la qaaday oo darawalkii lagu yiri aqalka Naasir Naxar ee sekatuleerada ku taala geeya inama yaryar oo Naasir dhalay iyo kuwa uu adeer u yahay ayuu habeenkii la cashay lana seexday subaxiina la quraacday aroortii markii uu quraacday ayuu lacagtii adeerkiisii suuqii intuu tagay 4 kubadood oo yaryar iyo nacnac ku soo iibsaday jeebna nacnac buu ka buuxsaday jeebka kalena kubadihii kadibna biinkii buu ku tolay si aanay uga daadan barqadii ay Baydhan iyo Maxamuud Axmed Cali soo mareen oo ay u qaadeen dhinaca iyo sheekh goorfiid ah ayay sheekh tageen iyadoo oo ay ardaydii iskuulku saf ugu jirto cashadii Maxamuud Axmed Cali ayaa kaxiyay Axmed Siilaanyo oo u sheegay maamulkii in ninkan yahay nin yar oo cusub oo siilac laga soo qoray caruurtii reer siilac baa ku soo ururtay iyaga oo moodayay in uu yahay reer siilac haddana waa ay garan waayeen ilaa in malcaamado iyo waxbay ka dhigan jireen kolkaasi dhahdeen waa maxay kan
رير سيلاح إقال جرنيني مركاسي أيو أحمد سيلاني إسكو شاقي عرورتي يريد إيه رير سيلا أو كويري ورقاني رير سيلا ما إيه إسكولكو أمباليغا صوقري إسكولكو وحو يميد غور عشادي صف لوغو جري وارقناك عصب أو برناي أيا لغولي صفكي عشادة أيا ميل لوغا برناي حلقاس أرديدو بلاي دومي أي لحين عمتادا طاقد يربالي إستاقيا أو لغا قادنيا أضي لأي دهدو بره أو عمتا كريا أح أو يرع عرب لأ أيا وحو يدي وارمحو أحا إنانكني محو أحا أحمد بالي إيداه دابولي وانن عصب إميكا لكيني أو رير سيلا أو قلبتا لكيني بره أيا يدي ها واحلي عشو لبال حوح أح أيا بره طاقدي كسوفي دي كل كاسي أردي دي أحمد كوتري وار أوديغو أوديغو بلاي دمجراني سعبادا أيا لوديغاني الحوح دا مركاس أيو بره لبامد أو الحوح أح أو ديرن أحمد سوفي دي أو سعبادا أو ساري مديبات سوبك أحنا وغا صودري ملغا عادير أو أمري كل كاس أيو لبادي الحوح دا أحا كل كاكا سيري لبادي الحوح دا أحا أيو إسكو لابي سوبك جينا قعانتا كدريري كل كاس أي أردي دي أحمد كو أرانيسا وار كليف كليف مركاس أيو كليف ليفيا أحمد وحل الدجي أقل كلا يراه دو لايون لباح كبديه ير يرا أي أو سيتي أوجود بلو جيبا أحمد وحا النقضي إنا ير أو عرورتا إسكولكو وذجي عليهين الله وضيقانو midkasta waxa uu ka agdhawaanayaa Axmed Silaanyo si uu kubada heer fursad ugu helo chaanis uu kula ciyaari karo halkaas ayuu ka sii wadi doonaa balada qisadaad xiisaha leh ardaynimadiisi iyo barbaartii Axmed Silaanyo iyo qaybta labaad oo aan eegi doono balada halka uu ka soo jeedo magaca naanista Silaanyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh